عاد الهدوء إلى مدينة بعلبك بعدما شهد سوقها اشتباكات بين مسلحين من حي البساتين وعناصر من حزب الله. الأهالي بدأوا بإزالة مخلفات الاشتباكات، والسوق الذي أقفل ليومين عاد إلى حركته الطبيعية. الحمد لله بعد الغيمة السوداء اللي مرقت على بعلبك اللي هي غريبة عن أهل بعلبك، إن شاء الله إنه رجعت الحياة ترجع على مكانها عليه وإن شاء الله أفضل، والبلدية عم تقوم بأشغالها وأعمالها، والعالم رجعت تتفقد ممتلكاتها. والملفت للنظر إنه أهل بعلبك عم يتباسوا إنه مسألة غريبة حصلت. عودة الهدوء إلى المدينة أتى نتيجة اتفاق تم بين فعاليات المدينة من الجانبين وعائلاتها ومفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي، أدى إلى ترك الأمور بعهدة الجيش وتسليمه كافة الحواجز عند مداخل المدينة وداخلها، كما اتفق على أن يكون الجيش المعني بتسليم مطلقي النار، وبناء عليه سحب فتيل التوتر من الشارع بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات لتسليم المطلوبين.